يا سيدي. اهلين اهلين. خير يا اخي، شو القصة؟ سيدي القصة انه انا. ليش عم تسأله له بالاول؟ سألني الي انا. حجي لو سمحت عيرنا سكوتك. ايه احكي يا اخي شو القصة. سيدي القصة بدي اشتكي على ابو هلسان الزفر هذا يلي ما بيخاف الله وما عنده كبير الا الجمال. من جهة ما بخاف الله، اعوذ بالله، اني اخاف الله رب العالمين، ومن جهة ما عندي كبير الا الجمال، فهالكلام صحيح، لانه حتى الجمل بعيني صغير، صغير كثير. فكرك الجمال كبير يعني؟ حشات الذكر مالي شايف حدا قدامي، لا جمل ولا فيل ولا ديناصور. عجبك هيك؟ الكبير لازم يكون كبير بكل شيء، بعقله، بمقامه، بتصرفاته، مو هيك يا اخونا؟ حجي لو سمحت روق وخلينا نفهم من الزلمه، انت بدك تشتكي ولا هو؟ انا ما بدي اشتكي على حدا، لان الشكوى لغير رب العالمين مزله، وخاصه للحكومه. اصبح لو سمحت عيرنا سكوتك. ايه احكي يا اخي شو القصه. سيدي هذا الزلمه اللي واقف قدامك سبني وهابني بكلام كبير كثير، لو بيوقع على جبل بيهده سيدي. وسيدي جاب سيرة والدي وأهانه رحمة الله عليه، وأنا من تم ساكت سيدي، لأنه أنا طبعي هني وبسامح يلي بسبني وبعمل حالي مالي سمعان سيدي، لأنه بالنهاية في مغفر وفي حكومة هي اللي بتاخذ لي حقي. آه بلشت الزعبرة، وبعد شوي بيعمل لي حاله قديس أولي، وهو حشات الذكر، حشات على نظرك قد ايش يا سيدي. قسماً بالله بدك على النظارة حاجبة. اهدى كمل يا أخي، خلصني بقى. سيدي أنا صدقني ودود مع الناس كتير. لك إيه من الناس والود والوداد تبعك؟ خليني بالقصة، هذا الرجال ليش سباك؟ يسلم لي البطن اللي حملك ويرحم أبوك. صحيح أنت ابن حكومة بس باينتك فهمان. ليش يا حزرك؟ لأنه مو الحق على يلي سب الناس، الحق على يلي بيخلي الناس تسبه. كمل وخلصني، وين تعرفت على البني آدم؟ بالميكروباص سيدي، كلياتنا اجتمعنا بالميكروباص خط سقبه. حموري يا حموري. ايه ايه فهمنا فهمنا، خلص بابا اختصر يا اخي احكي. سيدي بالمختصر هذا الزلمه سبني وجاب معدل ابي سيدي. نعم يا سيدي صحيح، انا قلت له بالحرف الواحد، قلت له انت كلب ابن كلب، وعيطت عليه وكنت رح افقع من غضبي ورح ابلع وبلاح، وانا ما بنكره شيء، ما بنكره ابدا. يا طيب يعني بتعترف؟ نعم، بس خليني اشرح لك بالاول شو السبب حتى تعرف اذا كان بيستاهل ولا ما بيستاهل. شو السبب؟ يا سيدي طلع هالكلب على الميكرو من اول شارع بغداد وبايده سيكاره مع انه ممنوع التدخين، ولما وصلنا لموقف الازازين كان مدخن سيكارتين وطنيات تبع الريحه القويه، وكانه عم يدخن زبل البحر او بحر الجمال، وما عدنا شفنا بعضنا، وانا شخصيا زعلت، طبع صدري، داء نفسي، احمروا عيوني، حرقوني، وهو ولا ابالي، ما له سائل على حدا. قلت له قلت له الدخان ممنوع يا اخ مشان صحتك. قال ما حدا له علاقه بصحتي. قلت له طيب اذا كان مو مشان صحتك مشان صحتنا. قال يلي ما عجبه ينزل. كزيت كزيت على اسناني وتحملته وقلت له لكان لكان افتح الشباك من عندك حتى يتغير الهواء. قال ما بقدر الدنيا برد خاف اكل نصفي، وطالع سيكاره ثالثه ودعشها بتمه، وقبل ما يشعلها فغضبي قلت له قلت له لك شو كلب انت؟ كلب؟ لا شك بانك كلب ابن كلب. ارمي السيكاره من ايدك، ارمي السيكاره من تمك. نعم سيدي هيك قلت له، كلب ما بنكر ابدا. مظبوط سيدي هيك قال لي. لك شلون هيك بتقول له؟ اه شلون؟ شو الناس قدامها منك دبان؟ ما بتعرف انه هي فيها اهانه وتحقير ويعاقب عليها القانون كونها سب وشتم وقصف علني؟ خليه يحسبها مثل ما بده يحسبها. دخيلك قال اهانه. قال وليش اهانه بقى؟ ليش؟ ليش شو بالكلب يا سيدي؟ الكلب رمز الوفاء والحنية واللطافة والذوق ومسار الإخلاص والشهامة، ويا مكلاب مأنقذ أصحابه من غرق أو حريق. ولك يا سيدي لما كانوا يمدحوا خليفة كانوا يوصفوه كالتالي: أنت كالكلب في الوفاء
وقد تيس في قراع الخطوب. بقى يا ريت يسكت الانسان على اخيه. مظبوط سيدي. انا كيف المكروه هذا اللي صار؟ ومين هالشب الطحيني؟ مين حضرتك؟ شو دخلك بالموضوع وليش جاي؟ انا جاي اشتكي. على مين؟ على هالانسان. كمان شو مشكلتك؟ هذا الانسان سبني قدام كل ركاب المكروه وحكى كلام كتير كبير. بصراحه صرت قد الناموسه من خجلي. طبعا يا سيدي انا قلت له كلام ما بمكره ابدا ومستعد عيده وافتعه كمان. شو قلت له؟ ما تخلت تسمعوا القصة بالأول؟ لك قلي شو القصة؟ يا سيدي هالمخلوق قاعد جنبي مني بالميكرو لزق فيني. قال لي شلونك يا عم؟ قلت له منيح منيح الحمد لله. قال لي والله أنا عندي 4 أولاد صغار وأمه وبنتين مجوزات ومستأجر أنا وهالولاد والمرة بيت بغرفتين، وقال ما عم يقدر ينفرد بالمرأة والمرأة عم تاخد حبوب على الفاضي. بنته المتجوزة عملت قيصرية، بنته الثانية عندها دوالي برجليها، صهره بيغسل سيارات بالكازية بس حرامي، صهره الثاني بيلحق نسوان وانحبس بعمل منافي للحشمة، بنت حماد تشتغل بالسحر والشعوذة ومسكتها الشرطة، مرته ايده طويلة بتسرق مصاري من جيبته، ولما بيختلي بمرته بيحتار كيف بده. وسألني عن سألني شو الطريقة يلي بيقدر فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. صار يسألني عن طريقها. قال له إنه لما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يغفر لك الشيطان، قال لما بمد إيده لتحت التخت بلاقي أنا ما بقى فيني منهم، كان فيني حال وطار، طلع الدم لراسي. قلت له ولك اخرس اخرس يا صرمي، ولك شبك انت شو جنيت؟ شلون هيك عم تحكي لي عن اهل بيتك وخصوصياتك وكانك بتعرفني من 40 سنة؟ قلت له فعلا انك صر معي، صر معي عتيقه، هيك قلت له، صر معي ابن صر معي، نعم هيك قلت له، انت صر معي، اي نعم. مظبوط سيدي، هيك قال لي، قال لي صر معي، وانا حسيت بالاهانه وبدي اشتكي عليه. اهانه؟ وين الاهانه؟ شبه صر معي؟ حدا بيقدر يمشي بلا صرماية وان شاء الله يكون وزير ولا امير؟ الصرماية يا سيدي الى فوائد اذا بدي عدلك ياها ما بتخلص لبكرة. لا والصرماية مشهورة اعلاميا. ها ابو قاسم الطنبوري من شهره صرمايته، وسندريلا الكربوجي من شهره كندرتا. لا تروحوا لبيت. مين يا حزركن اسمه ارتبط بالصرماية من رؤساء العالم؟ بوش الشرس. ومين شلح صرمايته؟ هاي مثل هاي. مين شلح صرمايته؟ خبط فيها على منصة الأمم المتحدة وهو عم يلقي خطابه؟ نيكيتا خروتشوف زعيم الاتحاد السوفيتي. بقى أنا مالي ندمان على رنعتك بالصرماية، هيك أنا. ولا يا سيدي ما خلص من لسان هالإنسان وعندي شكوى ضده. قول شو الشكوى تبعك، بس لا تنسى بخلتي بها. قول شو الشكوى. أنا بقول ليش لحتى تسأله؟ يا سيدي أنا غيرت مكاني بالميكرو من الإزعاجات، بس هالزلمة أول ما طلع على الميكرو سلخ عطسي الله مولاها، رشمتني رشم ورغم هالشي قلت له يرحمكم الله يا أخ. مرد ولا كأنه عدا حكى. لا وما حليله إلا إنه يقعد جنبي مثل الجحش ومنخاره قدام منه مثل الخرطوم عم يشرشر شرشرة ومرشح رشح قاتولي. وفوق منه بده يحكي حليله الحكي، وبلش يحكي معي بصوته المخنخن وحط وشه بوشي وبلش يفتح سيار، وكل ما حكى كلمة كان يصرخني يصرخني عطسي مثل الرشاش. بعرف شلون يخرب بيته ولا بيطالع محرمي وبيعطس فيها ولا شيء. قال لي اليوم 3 بالبيلة وما لحق يكمل حتى عطس، عطسي غسلني فيها من فوقي لتحتي، وكان يمسح منخاره بأفك أمه وما يحط ايده على تمه، وكل ما عطس كان يملي لي وشي بالرزاز وانا عم بزوره على اساس انه بيفهم من الزوره وبيتلملم بس ما في خواص. ولما فتح تمه وبلش يعوي انا كان فيني عقله طار، وقلت له ولك يا دب يا ابن الدبب، اذا كنت مرشح ومنضرب على قلبك ضروري تغسلنا ببزاعك وقرفك. لك دير وشك دير وشك عني هلكتني.
العمى شو انك دب دب كبير دب ثلاثي. نعم ايه والله هيك قال لي يا سيدي اهاني وقال لي دب يعني حش السامعين. وليش لحتى يشعر بالاهانة؟ الاهانة يا هال الدب لمعلوماتك اكبر رمز بالعالم لدولة اسيوية كبيرة بتهز الدنيا. اكبر القادة الروس طالعين من تحت مظلة الدب. بقى ليش انزعجت كل هالانزعاج يا دب؟ عفوا حجي لو سمحت خليك بالموضوع وبلا التعليقات. عفوا سيدي ما بكون تسمعوني انا كمان. انت عندك شكوى كمان؟ نعم سيدي. شرف لهون او جهلك على الواجهة تفضل. وعلى مين بدك تشتكي؟ على الانسان يا سيدي. نعم يا سيدي كمان. نعم يا سيدي انا قلت له انت حمار ابن حمار وجدك حمار هيك قلت له. إيه بس يا حجي هذا الكلام ما بيجوز. هلا لا تقلي كلام وملام. هذا الشخص طلع على الميكرو مثل القرفان طلع على مهله وقعد جنبي هو عم يحاول يلملم حاله حتى ما يدق كتفه بكتفي. قلت ماشي الحال هذا انسان موسواس مالنا فيه ينهجر يلمحق يصطفل ينضهق. ولما اجا بده يدفع اجرة الميكرو قبل ما ينزل قعد يدور بجيوبه حتى لا افراطه. ها لا مو هون لا مو هون لا مو هون ما كان يلاقي لا بالجيب الورانية ولا القدامانية ولا البرانية وكل هالشي والميكرو واقف والشرطة عم تصفر والسيارات عم تزمر اتعطل السير اتأخرنا عن موعدنا. اخونا بالله هون لا مو لا مو عم يدور على 10 ورقات بعدين صاح وهو فرحان وجدتها وطالع 1000 ليرة وعطاها للشوفير. انا هون آه كان عندي درهم عالي وطار من نافوخي. قلت له لك يا حمار حدا بيطلع على السيرفيس قبل ما يحضر الاجرة بايده. ولك يا حمار يا ابن الحمير حدا بيعطي 1000 ليرة لشوفير ميكرو؟ أي يمكن هالشوفير ما يشتغل بألف ليرة بأربعة أيام؟ فعلا يا سيدي أنا بدي اشتكي عليه على الإهانة اللي أهاني إياها. الإهانة هاي ليش هو الحمار؟ الحمار رمز أكبر حزب حاكم بالعالم حزب الحمار الديمقراطي يلي طالع أوباما وأمثاله من أتباع الحمير. بقى أنا من رأيي خلي أخونا ينضم لحزب الحمير برتبة كر أو جحش. بقى ليش لحتى يزعل اخونا وليش الرفس والشنهاء يلي ما له طعمه وليش لحتى يشعر هالحمار بالاهانه؟ اهنت بالله على هالنهار العربي. حجي بعد اذن حضرتك الاسم الكريم ابو فارس مشموش. يا سيد مشموش شو ثقافتك بلا زغران؟ ثقافه عامه. بعدين شو بدك ثقافتي انت؟ عمر الثقافه ما كونت انسان. مزبوط باين عليك مخضرم وفهمان ومثقف وخايط برها وبحرها ومليان كتير. فكنت عمول يا حالي هات لشوف انت التاني شو عم تقول لحالك. طالما حضرتك مالك قادر تتحمل الناس وكلامهم وغلاظاتهم وقلة ذوقهم حسب ادعائك يا اخي عود ببيتك وكن. اقعد وكن بالبيت انا؟ ايه يعني اذا مالك قادر تتحمل الناس. اتحمل الناس؟ انا؟ ايه انت مشان هيبتك وشيبتك واحترامك لنفسك. احترامي لنفسي؟ ولك انت شو انت اه؟ ولك انت لك شو بدي اقول له؟ الزاني عم ياكلني فهموني شو اقول له؟